أكبر حالة تأكسد توجد في عنصر من الجنس زي KMNO4 من جينات البوتاسيوم. عايزين نجيب هذه KMNO4 حالة تأكسد عيون البوتاسيوم 1+MN+O+4 أكسجين سالب 2+0. هذه يعني كده يبقى سالب 8+1 يبقى سالب 7. ناحية تانية بشكل مخالفة يبقى إيه؟ إنها تطلع موجب 7. تطلع أكبر حالة تأكسد تكون في عنصر المنجنيز وهي موجب 7. أدنى حالة تأكسد تكون في عنصر مين؟ في عنصر النحاس. طب ليه؟ تبقى موجب 1 زي مين؟ زي CuI أو Cl أو Cu2 Cl2. جميع العناصر الأساسية التقليدية الأولى تأخذ حالة تأكسد موجب 2 عدا مين؟ عدا السكنديوم. السكنديوم بياخد حالة تأكسد موجب 3. تقع سلاسل العناصر الانتقالية الأول ده في البداية والنهاية. بداية السلاسل العناصر الانتقالية بتكون بالمجموعة 3B ونهايتها بتكون بالمجموعة 2B. عرفت منين؟ السلاسل الانتقالية الأولى المنهج بيقول تبدأ بعنصر السكنديوم وتنتهي بعنصر الخرسي. السلاسل الثانية تبدأ بعنصر اليتيريوم وتنتهي بعنصر الكادميوم. السلاسل الانتقالية الثالثة تبدأ بعنصر اللانسانيوم وتنتهي بعنصر الزئبق. يبقى إذا تبدأ بـ 3B وتنتهي بـ 2B. يبقى تقع ما بين المجموعتين 2A على اليسار و 3A على اليمين. طب ما 2A بتكون في الفئة S والـ 3A بتكون في الفئة B. وتقع ما بين المجموعتين 2A و 3A والفئتين S و B.